أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم مدام نرمين مرجان، مؤسسة المركز الألماني العربي للترجمة. مدام نرمين، نرحب فيك بداية في حلقتنا اليوم، نورتينا ونورتي شاشتنا. حابين نتعرف عنك وتعرفي السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا سعيدة بلقائكم ويتشرفني إن أنا أقابل أو أكون ضيفة عليكم، وعلى الأقل أكون ضيفة خفيفة. أنا اسمي نرمين داود مرجان، أنا مقيمة في دولة الإمارات منذ أكثر من 26 عاما، مستقرة مع عائلتي، حتى والدتي يعني حبت الإقامة وموجودة معنا. بالنسبة للمكتب أو المركز بتاعنا، احنا تم تأسيسه منذ أكثر من 20 عاما، والحمد لله بفضل ربنا مستمرين في تقديم خدماتنا الترجمة وخاصة الترجمة القانونية. طبعا ما شاء الله خبرة كبيرة وعدد سنوات كمان كبير ولا يستهان به بصراحة في مجال العمل. حابين نعرف أكثر عن الخدمات اللي يقدمها المركز الألماني العربي للترجمة. المركز الألماني العربي للترجمة متخصص زي ما ذكرت في الترجمة القانونية وخاصة للغة الألمانية والعربية والإنجليزية، ونحن يعني محلفون من وزارة العدل الإماراتية وكمان من القنصليات والسفارات الناطقة باللغة الألمانية. التخصص بتاعنا الترجمة القانونية زائد خدمات رجال الأعمال، بمعنى إن لما يجي مستثمر ألماني أو شركة ألمانية تحب إنها يعني تفتح مقر ليها في دبي أو دولة الإمارات، بنساعدها في إجراءات التأسيس والخدمات الأخرى، منها متضمنة كمان العلامات التجارية، براءات الاختراع، التأشيرات، كافة الخدمات اللي هي مواكبة لتأسيس الشركة، علشان يعني يلاقوا الطريق السليم لبدء عملهم في الإمارات. يعني ما شاء الله من الألف للياء في جميع مجالات العمل وباللغة الألمانية وباعتماد طبعاً معتمد في جميع العمل. إضافة نتيجة للخبرة والسمعة الطيبة لدى السفارات اللي هي الناطقة باللغة الألمانية، لو في وفد ألماني سواء من الجهة السياسية أو القانونية أو القضائية، الحمد لله بنكون مصاحبين لهذه الوفود. اللي بيميزنا كمان أي مستند من العميل أو أي معلومة بتقدم لنا من قبل العميل بتبقى تعامل بسرية تامة، لأن دي بتبقى مصالح وزي ما بنقول أسرار شركات وأشخاص وساعات حكومات. لا سيما طبعا المهارة اللغوية، إن احنا بقالنا في المجال ده يعني أكثر من 20 عاما، وغير المهارات اللغوية كمان في زي ما بنقول الترمينولوجي لكل مجال من مجالات الترجمة سواء قانونية، طبية، هندسية، لأن ما فيش حد مترجم بيبقى طالع مترجم في جميع المجالات، لازم عبر السنوات يكتسب خبرة عن طريق المجهودات الإضافية اللي بيعملها، إن هو بيطور من حاله، بيعرف معلومات أكثر في المجالات اللي هو بيترجم فيها. فالحمد لله احنا كمان طورنا نفسنا، بقينا نعمل ترجمة طبية للريبورتات للتقارير الطبية، بنعمل كمان طبعا القانونية اللي هي جميع الأحكام واللي هي الحاجات الهندسية والتقنية. ما شاء الله، طبعا بحكم الخبرة الموجودة عندكم وعند حضرتكم في المكتب، حابين نعرف وناخذ نصيحة من مدام نرمين للمستثمرين الجدد في دولة الإمارات العربية المتحدة. المستثمرين الجدد لازم يوصلوا لجهة موثوقة فيها علشان ياخدوا المعلومات الصحيحة اللي هي تتواكب معاهم الطريق الصحيح لغاية تأسيس الشركة أو المشروع بتاعهم، لأن زي ما قلت لحضرتك للأسف في دخلاء كتيرة داخلين في المجال ده لمجرد الكسب السريع دون مراعاة أي قيم أو التزام بسلوكيات وأدبيات المفروض الواحد ملتزم بيها. فأرجو من المستثمر أنه يتحرى الدقة عند اختيار زي ما بنقول مستشار أو رفيق لي أو مندوب عنه أو ممثل عنه في دولة الإمارات، علشان يوجهه للطريق الصحيح بدون زي ما بنقول أموال ملهاش لازمة أنه يصرفها. صحيح. حابين نعرف أكثر عن هدف المدام نرمين وهدف برضو المركز الألماني العربي للترجمة.
طبعا الواحد كل ما بيوصل بخبرة بيقول عايز أتعلم زيادة، ويعني أنا دلوقتي بحاول أواكب اللي هي التقنيات الحديثة، من سواء التسويق أو يعني إن احنا الوصول إلى العملاء بتوعنا بشكل أيسر، ونقدم خدماتنا بشكل ميسر، ونكون يعني بنودي لهم إمكانيات بسيطة إن هم يوصلوا لنا سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق البوابات الإلكترونية أو الصفحات الإلكترونية، لأن دلوقتي كل المجالات ما بقتش هي يعني فيس تو فيس أكتر ما إن هي بقت عبر الإلكترون اللي هي البوابات التواصل الاجتماعي. صحيح. طبعا نتمنى لكم دائم التوفيق والتميز والنجاح من طاقم عمل ABC العربية ومن شاشتنا المتواضعة للمركز الألماني العربي للترجمة. في نهاية الحلقة حابين طبعا نذكر نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات. ماذا يعني لك الأمن في دولة الإمارات؟ الأمن والأمان. الأمن والأمان في أي حتة في الدنيا بيعني إن أنا أعيش مستقرة في بلد في أمن، وده معروف عن دولة الإمارات اللي ما يميزها يمكن هي من أكثر الدول عالمياً إن هي تتمتع بالأمن والأمان. وللعلم إن في كتير من المستثمرين الأجانب اللي أنا أعرفهم شخصياً بيجوا يستقروا في الإمارات لهذا السبب فقط لا غير، لأن الأمن والأمان للأسف مع التطورات الأخرانية في الصعيد العالمي ما بقتش متوفرة في بلدان كتيرة، حتى في أوروبا وحتى في الدول الغربية. صحيح. طبعا ما ننسى نذكر ونشكر جهود شيوخنا وشيوخ الإمارات، الله يحفظهم ويطول بعمرهم إن شاء الله. حب نوصل رسالة شكر من المركز الألماني لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. قبل ما أشكر الحكام والقادة، يعني بنعزي أنفسنا أولا قبل ما نعزي الشعب الإماراتي على فقدان الحبيب المغفور له الشيخ خليفة، وكمان في نفس الوقت بنهني الشيخ محمد على توليه قيادة الدولة، وبنتمنى له كل الازدهار والتقدم. وطبعا بخص بالذكر الشيخ محمد الراشد حاكم دبي على منحي أنا شخصيا إن أنا كمصرية وافدة يكون لي مكان وسط المجتمع الإماراتي، وأكون فيه لو حتى ترس صغير في عجلة التقدم والازدهار. أكيد. كيفية التواصل والوصول للمركز الألماني للترجمة؟ احنا مكتبنا موقعنا الحالي في البيزنس باي الخليج التجاري في المبنى اسمه امباير هايتس والبرج ألف، احنا في الطابق التاسع، واحنا مواعيد عملنا جميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الاحد من الساعة 9 صباحا للستة مساء. ممتاز. الى هنا اعزائي المشاهدين من حلقتنا الاسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.